بالنسبة طال عمرك للوالدة، ايه الوالدة سم، انت طال عمرك احد الاخوان، و هل يجوز فيها من شو اسمه مساعدة، ولا فيها من الزكاة، ولا تسأل عن والدتك يعني يجوز تعطيها ولا ما تعطيها؟ ايه طيب عجيب، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الوالدة هل يعطونها من الصدقة من الزكاة أو لا يعطونها؟ كيف تجعل أمك تقبل الصدقة؟ كيف ترضى على أمك تقبل الصدقة؟ كيف ترضى لنفسك أن أمك تعطيها صدقة؟ أمك تعطيها صدقة يا رجل، اتق الله جل وعلا. أقول هذا لمن اتصل ولغيره من الناس، هذه أمك التي يجب أن تقدمها على جميع الناس، جميع من كان عندك تقدمها، بل حتى على أبيك تقدم أمك. ما ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فاتق الله جل وعلا ولا تجعل أمك تأخذ الصدقة أو تمد يدك لأمك وكأنك أنت الأعلى وهي الأدنى. كيف يكون ذلك؟ إلا أنت الأدنى وهي الأعلى في علو البشر. فعليك أن تتق الله جل وعلا وتحسن لأمك. تعال لأمك وقل لها هذا مالي، وهذا حلالي، وهذا ما أملك، خذي منه ما شئت وأعطيني ما شئت. أنت يا أمي مني علي بحلالي، مني علي بمالي، مني علي بممتلكاتي كلها. فعليك أن تتق الله سبحانه وتعالى. وأقول ذلك لكل رجل ولكل إنسان، عليكم أن تتقون الله جل وعلا، ولا تعاملوا أمهاتكم وكأنهن فقيرات يأخذن الصدقات حتى من أبنائهم، يتمنين شيئا يتصدق به ابنها عليها. ألا نتق الله جل وعلا؟ هذه أمهاتنا، حملتنا في أحشائها وولدتنا وتعبت في ولادتها وربتنا أجمل تربية، والله أنها تخرج من فمها الطعام لأنها تريد أن تعطيك إياه، ولا يوجد في البيت طعام مثل هذا الطعام، ومع ذلك وتتمنى أن تأكل هذا الطعام إلا أنها تتركه. رأينا كثير من الآباء يترك الفاكهة ويترك بعض الأطعمة من أجل أن يأكلها أبناؤه ومن أجل أن يستمتع بها أبناؤه. فعلينا أن نتق الله جل وعلا وننظر لأبوينا نظرة حنان ونظرة حب ونظرة وفاء ونظرة عطف، بأن لا نأتي ونعطي أمنا صدقة. كيف يكون ذلك؟ عليك أن تتق الله جل وعلا وأن تحسن إلى هذه الأم. أقول ذلك لك ولكل من له أم على قيد الحياة، والله ثم والله لن تندم ولن تذوق الحسرة ولن تذوق الألم إلا حينما تفارق هذه الأم، حينما تدفن هذه الأم تحت الثرى، حينما تدفن هذه الأم في مقابر المسلمين، ثم تولي وتترك أمك، فإنك تحس بالفقد وتحس بالحنان وتحس بالفراغ العاطفي والفراغ الأسري. كم من أم جمعت أبناءها في بيتها، فلما ماتت تفرق الأبناء، لما ماتت صارت المشاكل في الأسرة، لما ماتت راح الأبناء في كل واد يهيمون، لما ماتت لا يرى الابن أخاه إلا بعد سنة أو سنتين. فعلينا أن نتق الله، فوالله ثم والله أن هذه الأم هي أغلى ما نملك، وهي أحب ما نملك، وهي التي لا يمكن أن نستغني عنها أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بها في دار رحمته وفي مستقر رحمته وفي جنات النعيم. علينا أن نتق الله بأمهاتنا، علينا أن نتق الله بأمهاتنا وبآبائنا. ارجعوا إلى ربكم، ارجعوا إلى أمهاتكم، خافوا الله جل وعلا. كم نفقدها كلمة جميلة وكلمة رائعة، كلمة جميلة ورائعة. أحبك يا أمي، أريدك يا أمي، اقتربي مني يا أمي. أين هذه العبارات؟ عبارات والله أنها تفرح الأم ولو كانت السياط على ظهرها أن تسمعها. كم من أم تتمنى أن كم من امرأة تتمنى أن تسمع هذه الكلمة، ونحن عندنا أبناء يريدون أن يتصدقون على أمهاتهم وعلى آبائهم. فلنتق الله جل وعلا، لنتق الله جل وعلا، والله ثم والله لن ينفعك إلا قربك من الله جل وعلا وإحسانك لوالديك. فاتق الله جل وعلا وأحسن إلى والديك، أحسن إلى والديك حتى تفارقهم أنت، حتى تفارقهم أنت، لا أقول يفارقونك هم، حتى تفارقهم أنت. فاتق الله وأحسن إلى والديك. أيها يا كل لكل من يسمعني أقول ذلك، والله تعالى أعلم.